الدكتور زكريا عبد العزيز طبيب واستشاري المعهد. انا والد طالب في المعهد وساعة مديت المعهد حبيت المعهد بالاداره بتاعته ولغاته والتقييم بتاعه، وهو يضاهي في الدراسه بتاعته واللغات بتاعته والتدريس احسن من الكليات في اللغات. معهد محترم وعميد المعهد راجل محترم ومدير المعهد راجل محترم وكلهم ناس كويسين، وانا متابع وبشرف على الطلبه في المعهد. ربنا يوفق الطلبه ويوفق الاداره بتاعت المعهد.